مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج الماتينال. نمشي ونختموا مع الشيف فاطمه. الختام باش يكون مع الحاجات المزيانه اللي حضرتها الشيف فتحيه شواشي. انا اليوم عملت لي كوكو بالغوشي بالنوات كوكو. أي. فيهم سكر فاني سمارت شيف، فيهم سكر وبلون دوف، ما فيهم حتى شيء، وجست شويه نوات كوكو. كان تحبوا تخففوهم تحطوا فيهم زرصه ملح صغيره، راهو تخفف النكهه نتاع نوات كوكو، ما تخليهش قاصح. كل مطعم نتاع نوات كوكو طيب يقلق شويه، ما شويه ملح يذكر المطعم، ما غير ما يخليها القصحيه نتاع نوات كوكو. طيبتهم في كوشه 200، تخليهم يبردوا. كان تحبوا تحطوا عليهم شوكولاته، والا تحبوا تقدموهم كيما هما وكلوا بالشفاء. عملت بحذاهم السابان هذيا اللي هي معناها بالبات فويتي. انا ضربت بات فويتي فارينا ورده، بالطبيعه انا ما نجمش نخدم الا بفارينا ورده. حطيت البات فويتي ارتاحت مليح، من بعد قصيتها كيما السابان، وريتكم تكنيك نتاع قصانها. حطيت لها الفخص نتاعها جبن مرياح، انا عملت جبن غابي مرياح، وحطيت عليه الهريسه من تحته، حطيت فوقه التن الموجه تن البدر سامحني البدر زيت زيتونة، وحطيت العظم، وعودت حطيت جبن من فوق على خاطر جبني فيه موتزاريلا وفيه الجودا وفيه الإدام غابي مخلطين مع بعضهم، والموتزاريلا تذوب تلمك المكونات هذوك كل مع بعضها باش كي نقصوها ما تتفرجش. طابت في كوشة 200، بعد لا تخرج زينوها بشويه هريسه سمارت شيف، هريسه سيكام فوق وجهها تظهر كاني غيرلوند، وتاكلوا بشفاء. تحبوا تحطوا حاجات اخرين، انتم احرار في الزينه نتاعكم. ان شاء الله تكون عجبتكم تبارك اليوم. قولكم ابعثوا لنا اقتراحاتكم ومرحبا بكم. يعطيك الصحه شيف فتحيه. انا مشاهدينا بكل اجاز اليوم حضرت شكشوكه القراع الزمنيه اللي تعملوها بالقديد والا بالمرقاز، وريتكم كيفاش ليزيتاب نتاعها في الاخر. زينتها ببريجات تعظم بكل بساطه، معها هي حضرت مقرونه سهله ما تتكلفش وما تاخذش وقت. خاصه عملتها اليوم بالدجاج اللي قليته في شويه زيت نجمه دويو بلس، حطيت معاه شويه ملح فلفل اكحل، ومن بعد زدت معاه الشامبينيون، غطيتهم خليتهم على نار هاديه للشامبينيون تاعي تذبل وسيب شويه من الماء نتاعو. وقتها زدت عليهم كريم فريش، وزدت عليهم فخوماج مرياح اللي اخترته اليوم هو الادام، كان الجبن الاحمر. شفتوا كيفاش ربيته بالوقت. فوق منهم حطيت البات نتاعي اللي اخترتها اليوم روسور، هذه البات سبيرال انتجرال من عند ورده. دونك بعد ما طابت البات خلطتها في الصوص وقدمتها بهالطريقه. فوق منها رشيت شويه فرماج ادام من عند مرياح. نشوفوا كيفاش ذاب على وجهها، كانه معناها من نوعيات الشيدار وغيره، هذايا دليل على كونه فرماج ممتاز 100% حليب. من عندي نقول لكم صحة وبشفاء مشاهدينا. أكثر تفاصيل تلقاوها على صفحة الماتينال بالفرنسية ولا بالعربية على الفيسبوك، تكتبوا تلقاو الفيديو متاعنا فيهم لوريسيت الكل. نحب نذكركم سادة مشاهدين اللي تبعوا فيا ديما على الباج متاع الأكاديمية دي شيف، تتواصلوا معنا من خلال الرقم 23 06 14 14 باش تاخذوا أكثر تفاصيل على كيفاش تعملوا الانسكريبسيون إذا تحبوا تقراوا في البي تي بي وإلا في البي تي اس كويزين وإلا باتيسخي. دونك هوني عندكم دي بوست انديفيديويل تقراوا فيهم، ثم دي ماستر كلاس يتنظموا كيف كيف في الأكاديمية دي شيف، اللي هما ياخذوا نهار ولا نهارين ولا حتى 3 أيام حسب الاوبجيكتيف نتاعهم. في الباتيسخي كيف كيف، في المالح تجيو عندنا وتقراو، تنجموا تقريو وليداتكم زادا وتضمنوا لهم على مستقبلهم، بما ان الميتي دو بوش الكل هذوما مطلوبين في تونس وفي العالم ككل. من عندي نقول لكم مرحبا بكم، تفضلوا ديما خليكم معنا على قناه التاسعه، وتابعونا في نفس التوقيت كل يوم في برنامج الماتينال. بسلامه. مشكورين للشيف لي غوسيت هذوما الكل، تلقاهم على باج الماتينال. نعطيك كلمة صافي كالعادة فاطمة. الختام يكون بشكر لسبونسور نتاعنا اللي هما أنا نحكي على السبونسور نتاعي أنا، اللي هما لارتيست كوفور يامن بور لا ميزون بوتي، واللي تلقاوه في العوينة حي الواحات، باج فيسبوك اي باج انستغرام لارتيست كوافور يامن. تابعوا لي باج على خاطر قاعد يهبط في خدمة ياسر مزيانة وبروموات هايلين. كيف كيف غوميرسيمون لجويس، جويس اللي لابس فيه تلقاه في 3 بوان فون، تلقاه في سكرة نابل وياسمين الحمامات يلبس نساء، ورجال كبار وصغيرات صبابط وسكان، وإيتاج كامل مخصص للديكوراسيون نتاع دياركم. باج فيسبوك جويس اي باج انستغرام جويس اوفيسيال، وما تنساوش تطلوا على خاطر على لي باج على خاطر فما بروموات ياسر هايلين، وما نساوش ال 20 جور دو فولي عند جويس. مشكوره صفي. انا بدي نشكر سونتر ديستيك باك ستيج، تلقاو في العوينه باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج. نذكركم اللي هما عندهم 50% على اي حاجه تعملها عند باك ستيج، دونك تمشي تتفرها تعمل اللي تحب عند باك ستيج،
وعندك خصم 50%. تحبوا تعملوا ريزرفاسيون تطلبوا 29 30 20 10 مع 29 30 20 10. نشكر زاد البوتيك اللي تلبس فيها سي ان ديم، تلقاو في طريق سكره باج فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكره. نشكر انزو شوز، تلقاو في المنزه السبع باج فيسبوك وانستغرام فيسبوك انزو شوز، باج انستغرام انزو شوز اوفيسيال. كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديده. وشنو الجديد اللي عندهم؟ اللي هما في الويكاند يعملوا 20% خصم على اي حاجه تحب تاخذها من عند انزو شوز. دونك جمعه حتكش لحد، كل اسبوع حتكشف راس العام ان شاء الله فما خصم 20%. ميرسي ايكيب الاعداد، زميلتنا هلا بن جمعه وزميلنا رشد البي. ميرسي ليكيب تكنيك، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه، لا مش غدوه، نهار اثنين. بسلامه. وردة سرها المحبة. سيكام تقولها لك، قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيته مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. كي يسألوك على الأصل الطيب كلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين. وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاصته، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين ايديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهار، ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته مش نورمال. تي وينو الخبز؟ قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعوا فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا
لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.